كل رحلة بداية. Congratulations, you've been accepted. لما دخلت, if I was here, today I'm here. حقيقة شفت هاي الأمل بمعنى الكلمة. من ضمن أكثر من 200 منافس تم اختيارنا ضمن 12 شركة. في البداية قلت أوكي بروح البوت كامب وهاي توقعت بتعلم بس ما توقعت لهالدرجة. When I sat here, they basically the mentors they shocked me. And someone who shakes you and he knows what he's talking about makes me really think and really evaluate things. يعني every minute's over here to make the most out of what I can make here. فاجأت من جودة الشركات كيف في تنوع كبير. الرواد فيهم خير ورؤيتهم ممتازة وكثير منهم عندهم العلم الدقيق في شركاتهم ومنتجاتهم. وبعد معسكر تدريبي مكثف فتحنا الباب ل 12 مشروع علشان يقتنصون الفرص من أمام المستثمرين. ابتكرنا جهاز جديد الأول من نوعه في العالم. أما أنت تتذوق بتحس في الفرق. خلاص كل شيء في يونيبال آب. تجي لنا أيام من غير مجاملة يمكن 14 يوم إلى 21 يوم متواصل نشتغل. يعني أنا حسب علمي دي الرجال باع بيته عشان يسوي هالمشروع. التحدي أكثر من كذي ما تحصل. كأنه طفلك هاي المنتج. أنت مسوينا من البداية من لا شيء. إذا أنت تبي هاي المنتج إنه يتطور ويمشي لازم تقدم تضحيات. كيف مجال تتخلى عن نسبة أكبر؟ عطني أرباح 35,000. 500,000 دولار وأبي 3 كراسي في مجلس الإدارة. كم تعطيني تخفيض؟ 50% تخفيض؟ يعني أنا لو محله ما برضى. واضح إنه أهما يبون يستثمرون في شيء أهما عندهم إنترست فيه. 32 والله أنا أوت. وين اليونيك سيلينج بوينت مال؟ إحنا نملك 60% تتم 40%. This is my offer. لما جيت شفت الولد قاعد وقاعد يشرح لي عنده شغف. أراهن عليهم أهما وعلى هذه الشراكة؟ إي أنا أراهن على هذه الشراكة. كل هاللحظات كان وراها فريق يواصل الليل بالنهار علشان يشوف البيبان تنفتح باب ورا باب. أنا بعطيك offer. ممكن استثمر معاك ب$100,000. بكون وياك في هذا المشروع. إن كل واحد فينا هني حاب يدش ب10%. أنا بعد برش ب5%. فنبي نوقف وياكم لان احنا ما في شك ان احنا معاكم. مبروك. مبروكين احنا وياك. بيبان لكل مجتهد باب.